اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عجل فرجه وفرجنا بهم واحشرنا معهم ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Oh Allah, we offer our humble salam wa tahiyyat as you are telling us if we are seeking amn o aman o amniyat. Ya ayyuhallazina amanu, we join you and your malaika on the energies in any form that you have created to make connection and salute Anbiya Awliya Awsiya Alal Khusus Muhammad Awl Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamu alayka ya يا حبيب الله يا خير خلق الله أيها الخلق العظيم والأسوة الحسنة أنيس قلوب العارفين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين ورحمة الله وبركاته. السلام على أول المسلمين أم الزهراء أم بنت رسول الله خديجة الكبرى أمين الرسول وحامي الرسول. خديجة الكبرى أم المؤمنين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا فاطمة الزهراء أول نور ما خلق الله اسمة الله الكبرى ولية الله الأعظم أم أبيها أم الأئمة المعصومين ورحمة الله وبركاته. السلام
وليس يوم له. أفضل مظلوم غولم أمير المؤمنين وصي رسول رب العالمين ميزان الأعمال المتقين ويحسب الدين علي المرتضى آية الكبرى النبأ العظيم والصراط المستقيم سر الأسرار حيدر كرار مظهر العجائب يا علي يا زينب ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا ابن رسول الله يا ابن فاطمة الزهراء يا ابن خديجة الكبرى يا ابن علي المرتضى الحسن المجتبى كريم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم الشهيد وابن الشهيد قتيل الأبرار وأسير الكربات سبت الرسول وغرة عين البتول يا ابن رسول الله يا ابن خديجة الكبرى يا ابن فاطمة الزهراء يا ابن علي المرتضى الوتر الموتور حسين شهيد بكربلا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أيها الشهداء والأسرى كربلاء سيما أبا الفضل العباس بن علي بن أبي طالب وأم المصائب زينب الكبرى ورحمة الله وبركاتهم أجمعين. السلام عليك يا مولاي يا علي بن الحسين سيد الساجدين وزين العابدين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا محمد ابن علي البوغر علم بعد النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا جعفر ابن محمد الصادق البار الأمين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا باب الحوائج يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين يا ابن فاطمة الزهراء يا ابن حسين ابن علي الكاظم القيز المبين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا علي ابن موسى الرضا المرتضى قريب الغرباء و
قريب القرب ومعين الضعفاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا محمد ابن علي التقي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا علي ابن محمد النقي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حسن ابن علي العسكري يا مولاي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حجة الله في أرضه. السلام عليك يا عين الله في خلقه. السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين. السلام عليك أيها المهذب الخائف. السلام عليك أيها الولي الناصح. السلام عليك يا سفينة النجاة. السلام عليك يا عين الحياة. السلام عليك صلى الله عليك وعلى أول بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر. السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بولاك وأخراك أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني من المقتذرين من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك. يا مولاي يا صاحب الزمان صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. يا خاتم الأوصياء يا إمام الإنس والجن يا شريك القرآن يا خليفة الرحمن الأمان 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 من فتن الزمان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك ورحمة الله وبركاته. إلهي بحق هؤلاء الأئمة المعصومين المظلومين الهادين المطهرين أسألك أن تغفر لي ذنوبي وتوصلني إلى مرادي ومطلوبي وادفع عني شر جميع خلقك برحمتك وكرمك وعفوك وإحسانك. يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحم واغفر لسيد علي مرتضى كاظم ابن سيد عباس واحشره مع أجداده المعصومين برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة والإخلاص مع الصلوات.